شاركوا معنا كذلك. اليوم كانت عندنا فرصة باش اجتمعوا النشطاء والناشطات ديال دينامية نداء الرباط باش يتذكروا في الموضوع ديال التشغيل الجمعوي وشنية السبل كذلك ندعموا العمل التطوعي اللي هو أساسي بالنسبة للجمعيات في المغرب. المناسبة هذا النقاش هذا هو أنه بغينا دينامية الرباط، دينامية نداء الرباط تهيئ التصور ديالها والأفكار ديالها اللي غادي تعرضها واللي غادي تساهم بها في اللقاء اللي كتنوي الحكومة تعقده في الدار البيضاء 5/6 حول التشغيل الجمعوي. ولكن احنا بالنسبة لنا في الجمعيات غنطرحوا القضايا والمشاكل والصعوبات اللي كتواجه الجمعيات في بلادنا، وغنتذكروا على بعض الصعوبات منها حرية ديال تأسيس الجمعيات، الصعوبات والإكراهات اللي كيلقاو عدد الجمعيات باش يحصلوا على وصولات الإيداع ديال الجمعيات، على المقرات باش ينشطوا، على التمويل باش يديروا الأنشطة ديالهم. وبغينا كذلك نترافعوا أمام المسؤولين الحكوميين ونقولوا لهم أن الأوان باش تفعل بعض المقتضيات الدستورية اللي كتعطي مكانة للجمعيات في المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكذلك مكانة من خلال الديمقراطية التشاركية للمشاركة في عدد ديال المجالس اللي كينص عليها الدستور. حان الوقت باش الدولة تعترف بقوة بأن الجمعيات لها دور أساسي في النهوض وفي النهوض بالديمقراطية التشاركية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ديال المغرب. هذا القانون ديال التشغيل أو قانون خاص بالشغل في الجمعيات اللي كان أحد المطالب الأساسية للحركة الجمعوية في المغرب منذ سنوات وسنوات، بحكم أن التشغيل في الجمعيات نعم يندرجوا في إطار نفس المعيار الدولي الوطني ديال الشغل اللائق اللي خاصها تحترم في جميع الشروط. ولكن الجمعيات راه عندها مشاكل متعدده، من الجمعيات هو الوصول الى موارد التمويل، الجمعيات ما عندهاش امكانيات متواصله، الجمعيات ماشي هي الدوله. الجمعيات كتكون عندها دائما اتفاقيه شراكه مع مجموعه من الشركاء المانحين اللي كتكون اما في واحد المدد وجيزه 6 شهور، عام، عامين، 3 سنين وكتنتهي. اذا كيفاش اليوم الجمعيات تطور آلية الولوج إلى التمويل، وكيفاش تطور كذلك، كيفاش يتطور الترسانة القانونية المنظمة للتشغيل في الجمعيات؟ علاش؟ لأن الترسانة القانونية المنظمة للتشغيل في الجمعيات عندها خصوصية. شنو هي الخصوصية ديالها؟ حيث نحن نتكلم عن التشغيل الجمعوي في إطار جمعيات غير ربحية، ما يعني لا تبغي الربح، في إطار واحد الجمعيات اللي عندها شكل معين ديال العمل. نعطي غير نموذج الجمعيات، الغالبية ديال الأنشطة ديال الجمعيات كتكون في يعني كتكون في واحد الوقت حتى تسالي الوقت الاشتغال، كتكون من 5 الفوق، من 6 الفوق، الجمعيات تشتغل السبت وحد. بمعنى آخر أن إذا كانت الوضعية ديال الاشتغال في الجمعيات خاصة أنها كتشتغل في المجال الاجتماعي أو كتشتغل في المجال الحقوقي وكتشتغل مع النساء، فظروف الاشتغال والإطار اللي كينظم الشغل داخل الجمعيات خصو ياخذ أبعاد أخرى، يراعي الجانب ديال الشغل اللائق، يراعي الجانب الحقوقي، يراعي الكرامة، ولكن كذلك يراعي أن الدولة اليوم خصها تفكر أنها تلغي الجبايات على الجمعيات، لأن الجمعيات تساهم في الناتج الخام الوطني. كنا في واحد اللقاء كنتمنى هذه ما تقطعهاش، كنا في واحد اللقاءات على المستوى الدولي، الجمعيات كتهضر على اساس ان الجمعيات كتهضر على المستوى في فرنسا في ايطاليا كتتكلم على اساس انها كتقلب على لي بينيفول. حنا في المغرب عندنا لي بينيفول ولكن عندنا كذلك اجراء واجيرات اللي في الجمعيات اللي خصنا نفكروا في انهم ضمنوا لهم الكرامه، الحمايه، ونضمنوا كذلك الاستمرار ديال لي سالير ديالهم. التشغيل الجمعوي في المغرب اللي هو الصراحه هو موضوع ماشي جديد، هو موضوع قديم،
اللي فرض راسو هذه سنوات على الجمعيات اللي بدات تخدم في مشاريع كبيره، مشاريع التنميه، مشاريع في مواضيع يعني متعدده كالصحه كالتعليم كحقوق الانسان، اللي كان من اللازم انها تحتاج الموارد البشريه يعني مداومه، ماشي موارد مباشر يعني موارد بشريه مؤقته. وبالتالي ملي كنهضروا على الموارد البشريه مداومه في بعض المواضيع اللي بحال الصحه بحال التعليم بحال حقوق الانسان، يعني كنهضروا على التشغيل ديال الكفاءات، ولا التشغيل ديال الكفاءات اللي ربما محتاج تمويل باش الجمعيات تستافد من هاد الكفاءات هادو. الوغ الحمد لله يعني اليوم اغلب الجمعيات اللي تخدم في هاد المجالات هادو يعني كتساهم بواحد الشكل كبير في التشغيل، وهاد الاجتماع هذا كان استعدادا لهاد المناظره الوطنيه على تشغيل الشباب اللي نادت ليها الوزاره المكلفه بعلاقه مع البرلمان، باش على الاقل نفكروا في واحد الاطار قانوني، ولا على الاقل اقتراحات لتشجع الجمعيات وتعطيهم ضمانات باش يساهموا تما في التشغيل الجمعوي. وكان واحد النقاش عاوتاني خاص على التطوع او التطوع التعاقدي اللي دابا مؤخرا الوزاره او الحكومه صادقات عليه وخرج في الجريده الرسميه. هذا التطوع التعاقدي دابا اليوم غيكون توا نقاش كيفاش هذاك التطوع التعاقدي يتم التنزيل ديالو باش يستافدوا منه الجمعيات في اطار قانوني اللي تيحمي هذاك المتطوع وكيحمي كذلك الجمعيه، لان في هذا الشكل ديال التطوع دابا ماشي هو التطوع التلقائي، من التطوع التعاقدي يعني غيكون جمعيه مرسله، جمعيه مستقبله، غيكون واحد العقد، غيكون تعويضات مثلا على المجهود ديال ديال المتطوع، غيكون تامين، يعني غيكون واحد التحفيزات اللي تضمن واحد العمل يعني عمل يعني بان كاليتي يعني بواحد لا كاليتي مزيانه في داخل الجمعيه، ويستافد المتطوع ويستافد الجمعيه.